صباح الخير. بعد المقدمة السخنة دي جاهزين؟ كم واحد يتروق النهاردة؟ الحقيقة ما كنت هنا وقت مش هنا مش فاكر فين، كان في سوريا اعتقد، حد قال لي في ترويقة، فقلت الترويقة دي يعني هيروقوه، يعني روقوه دي يعني يقوموا بالواجب معاه طلع الفطار فأنا متأكد إنه ناس كتير ما تروقتش بالمعنى بتاعي، لكن فطرت. بشكر أخويا القسيس شادي على الدعوة، الحقيقة بنقل ليكم تحية الكنيسة عندنا في مصر، لكن الرب يعمله في المنطقة الأيام دي مذهل. خلينا أقول لكم، إحنا في أحداث أكبر نهضة في التاريخ الأيام دي، يوميا خلينا أقول لكم عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بترجع للمسيح يوميا. يمكن مش قادرين نشوف بعينينا كل الأحداث لأن احنا في حتة ما تسمح لكش انك تشوف كل حدث، لكن الحقيقة كتير بيرجع للرب يوميا، لأن دي أيام افتقاد، أيام نهضة ربنا بيعملها لأن احنا قربنا خالص من الوقت الأخير. والمنطقة يمكن من أكتر مناطق العالم إن لم تكن المنطقة الوحيدة اللي ما سمعتش بالكفاية عن كلمة الرب، فرب داخل في تحدي إنه مجدي لا أعطيه لآخر، وإنه يستعلن مجده في المنطقة بتاعتنا بشكل ما حصلش في كل التاريخ. أنا فرق معايا الشعار الاختراق الروحي، في اختراق روحي، وأنا متأكد في المؤتمر ده ربنا بيعمل اختراق روحي في حياة كل واحد فينا، على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على مستوى الخدمة، على مستوى شغلك، على أي كان المستوى، لكن في اختراق روحي ربنا بيعمله في المؤتمر ده. أنا متأكد إن في ناس كتير هتطلع مختلفة في المؤتمر ده. من أحد الأشخاص المهمين اللي بشوفهم في كتاب العمل اختراق روحي مهول هو إبرام، عشان كده هقرأ معكم في سفر التكوين صح 17 ممكن هقرأ عندي من الفاندايك إذا في ناس معايا هنا ولي. عدد واحد يقول لما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه. اسمعوا، الله صار مع إبرام مشوار طويل قوي، بداية من تكوين 10 ونشوف القصص كتير في كلمة الله، في تكوين 12، تكوين 13، تكوين 15، تكوين 17 ظهر لي، بس المرة دي ظهر له بشكل مختلف، تراءى لي بشكل مختلف. أول حاجة قال له هذه الكلمات: أنا الله القدير. أنا الله اللي أقدر على كل حاجة. أنا الله اللي ليا لقاء النهاردة معاك عشان أعمل معاك شيء مختلف في أعماقك، في داخلك، أتراءى ليك بصورة ما شفتهاش قبل كده. والحقيقة ما كانتش بس كلمة ولا بس إعلان، لكن في شيء حصل في هذا الجزء، ظهر فيه الله لإبرام بالشكل اللي فيه إبرام ما قدرش يستحمل، وقع، لأن قوة الإعلان وصلت لأعماقه إنه قادر. هو قادر. يمكن كان متعلق في تكوين 15 يقول له أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم، أنت وعدتني بأرض، وعدتني بنسل، وعدتني ببركة، لكن المرة دي تيقن إبرام أنه هيعملها معاه فوقع. كانت مفاجأة بالنسبة له بعد وقت حساس 99 سنة من فقدان الأمل، 99 سنة
تتحط تحت شكل المستحيل. لكن خليني أقول لك أحبائي، الله لا يعرف المستحيل. والنهاردة في مستحيلات كتير في حياتنا، هقول لك الله لا يعرف المستحيل. أنت على معاد مع الله القدير إيل شداي. والقدرة ليست بالقدرة الغاصبة، لكن القدرة لتعمل لصالح أولاده. أنا الله القدير. صورة مختلفة ظهرها الله لإبرام. في تكوين 15 وعد بنسل، وقال له نسلك هيكون كتير قوي. وخلينا أقول لحضراتكم، خدنا وعود كتير من الرب، خدنا وعود كتير من الرب. لكن أقول لكم 2015 2016 لحنا الوقت ده وقت تحقيق المواعيد، مش على بس المستوى الشخصي، لكن كمان على مستوى البلد المنطقة. يتراءى لينا الله القدير. حباقي الموضوع مش موضوع بس وعد. اما خده في تكوين 15 وقال له ابرام انت واضح انك محبط، واضح من اللغة بتاعتك انك انت مكسور، انك انت فشلان. قال له غير الارض بتاعك، اطلع بره كده شوية. طلع بره. قال له ارفع عينك، عد النجوم اللي استطعت ان تعدها. وبدأ ابرام يروح حتة تانية خالص، ان عينيه تشوف شيء مختلف. وخلينا اقول لك حاجة، اللي بتشوفه عينيك بتمتلكه. عشان كده التفاصيل مهمة، التفاصيل مهمة، الألوان مهمة، الصورة مهمة. اللي بتشوفه هيخش جواك، وفي يوم من الأيام حتى لو طال الزمن هتمتلكه. قال له شوف النجوم وعدها، عد الرمل إن استطعت أن تعدها. كان وعد مذهل في وقت محبط. وخد إبرام الوعد، لكن الموضوع مش بس الوعد، لان ممكن ناس كتير تشوف وعود لكن ما تعيشهاش. لكنك تشوف الوعد وانه يتحقق ده شيء اخر. ان يبقى عندك حلم، وحلم ضخم، وانك تاخد امكانيه لتحقيق الحلم ده شيء مختلف. وقال له في تكوين 15 قال له نسلك هيكون كتير قوي. لكن بعد تكوين 17 لما قال له الله انا الله القدير، قال له دلوقتي هحقق الوعد. انا هحط فيك امكانيات لتحقيق الوعد. يبقى الوعد في السماء والامكانيات جواك، وعينيك تشوف تحقيق هذا الوعد. شيء عجيب في سفر التثنية، أنا بقرأ هذا الجزء، تثنية 1:8 قالوا انظر قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. وكلمتكم في ذلك الوقت، بعد ما كانوا في جبل حريب وموسى بيكلمهم، قال لهم كلمتكم في ذلك الوقت قائلا لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم قد كثركم. هو ذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة. حد فاكر الوعد ده؟ نفس الكلمة، أنت دلوقتي كنجوم السماء في الكثرة. قبل كده اداله الوعد قال له نسلك هيكون كنجوم السماء. قال لهم دلوقتي اتحقق، أنتم كنجوم السماء في الكثرة. لكن الشيء العجيب في عدد 11 يقول الرب إله أباكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة. مش بس يحقق الوعد، لكن عند الجد يزود عليه 1000 مرة. أنا الله القدير. لأنه لما بنحلم هناك إمكانيات داخلنا حتى في خيالنا إن احنا نشوف الصورة. يوسف شاف 11 واحد بيسجدوا ليه، لكن ما شافش البلد كلها بتسجد ليه. عند الجد بيديك هو الوعد، لكن عند تحقيق الوعد يزيد عليه 1000 مرة، اضعاف واضعاف،
تمتلكها في حياتك، لأنه الله القدير. عنده مقدرة مذهلة، بس هو بيتنقل معانا، هو بيتنقل معانا، بياخدنا من واحد في وسط أرضه وعشرته يطلعه براها لعقيم ويدي الوعد بالنسل لتحقيق الوعد لامتلاك الأرض. رب ادانا الوعد، رب ادانا الوعد ان الكل هيعرف يسوع. والنهاردة بتراءى لينا انا الله القدير. إيل شداي، شداي جاي من شادي، في معنى تاني ثدي. الطفل يقعد يصرخ، الحاجة الوحيدة اللي تشبعه صدر امه، الامان فيه، الشبع فيه، تسديد الاحتياج فيه، ضمان المستقبل فيه. هكذا اعزيكم كانسان تعزي امه، انا إيل شداي، انا اضمن اللي جاي، انا مشبع على حياتك، انا اسدد احتياجك، انا اشفي مرضك، اعملها معك، انا الله القدير. ابرام خد الوعد، لكن المسافة من تأخذ الوعد لتحقيق الوعد في مسافة، في وعد. ولما خد الوعد قال له رب انا عندي كمان طريقة لتحقيق الوعد. تعرفين القصة لما صار رأيت له ادخل على هاجر، وتم استغلال هاجر، تم استغلالها بالشكل اللي فيه. لما جه اسحاق قالت له اطرد الجارية وابنها، وده كان امر قاسي جدا. وابرام كان عنده قلب ناحيتها، ودها جرة مية وشوية اكل، قال لها روحي. طلعت هاجر مع اسماعيل ويعرف انها طردت وانها تموت نتيجة تحقيق الوعد بطرقنا. لما الرب يديك رؤية، يديك الخريطة لتحقيق الرؤية، ما تعملش انت خريطة. لما يدعيك لشيء ما عنده السكة لتحقيق هذا الشيء. هاجر استغلت والرب مرضاش بالظلم، وبرغم طردها وهي عارفة انها رايحة للموت، خدت اسماعيل وسابته، وعند 200 قدم، مسافة 200 متر تقريبا، عشان ما تشوفش ابنها وهو بيموت. رب تراءى لهاجر، اوجد ليها بير. برغم هذا الاستغلال الصعب، لكن كان هناك وعد رحمة من الله انه يغطي هذه الطريقة. هناك رحمة من الله، وعدها الرب بنسل عظيم، أمة عظيمة. لكن قال له يا ابرام لا يرثك هذا، خدت في يوم الايام وعد مني، خدت في يوم الايام كلمة مني، انا عاوز اقول لك انا مصمم على هذا الوعد. نسلك انت، من صلبك انت. يمكن تروح في يوم الايام او تبعد في يوم الايام، او تحس النهاردة ما عدتش زي الاول، او وضعك ما عدتش زي الاول، ما عدتش الحماس الاولاني، ما عدتش القوة الاولاني، ما عدتش الشغف الاولاني. من 10 ايام في اكتر مؤتمر خدمت فيه، مؤتمر يعني مؤتمرات هائلة، مؤتمر كان فيه مجموعة شباب خدام كويسين، لكن هم قاعدين حاسس بحضور الله. لكن بصلي كده هم مشينا خالص خالص. واسأل القسيس يقول لي مش عارف ايه اللي بيحصل معانا، الناس مش ايجابية، تاهت في السكة. كان عندك حماس في يوم الايام، كان عندك اصرار في يوم الايام،
كنت مستخدم في يوم الأيام، لكن مع الوقت طال تحقيق الوعد فاستخدمت طرق تانية. فالله النهاردة بيتكلم ليك، مش قادر تسمع كويس، بيوعدك مش قادر تصدق، تلاقي حضور الله مش قادر تتفاعل معاه، انك تحسس انه ده كان كلام. يدعو ويوعد بنهضة، كان في النهضة. سنعز أقول لكم النهاردة الله يتراءى عليه ويقول أنا الله القدير، أنا الله القدير، النهاردة أعملها معاك. ترجع تاني قدامه، سقط على وجهه. الله القدير اللي بيغير النفوس، الله القدير اللي يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون كل يوم، الله القدير اللي بتعامل مع الناس. كنا في مؤتمر خلص من 3 أيام، مؤتمر كرازي، كان حاضر حوالي 500 واحد. نص المؤتمر تقريبا جداد ما يعرفوش الرب، لكن كنا شايفين حضور الله عالي، والناس اللي جايبينها اللي من خلفيات مختلفة وخلفيات صعبة، مخدرات واللي جاي من دعارة وحاجات صعبة خالص، ومجموعة داخلين وهم مستغربين ايه اللي بيحصل ده. تعرفين في بدايات المؤتمرات تبقى الكرازية بالذات تبقى صعبة شوية، بس كان حضور الله عالي. في نهاية المؤتمر كل اللي موجودين قبلوا الرب ما عدا 7، كل موجودين. وبعدين قلت طب دينا فرصة نشهد، يعني انا عاوز 1 أو 2 يشهدوا، بقيت عدد كبير رفع ايديه عاوز يطلع يشهد، قلت عاوز 2، طلع واحد وجي قال انا الحقيقة اول مرة اشوف المنظر بتاعكو ده، وانا قلت جوايا مش هقبل ولا كلمة، كنت بتريق على كل حاجة. قال سمعت الكلام ومشيت في أول يوم بالنهار، وآخر تاني يوم نفس اليوم آخر يوم يعني تاني محاضرة تاني خدمة سمع الكلام برضو كمان تريق عليه ومشي، وقام جات خاني مع واحد صاحبه وقام روح، قال خدت شنطته وروح. قال دخلت البيت قدين قعدت على سريري وجالي صوت، أنا كلمتك مرة واثنين هربت لي، قال الشنطة ما فتحتهاش خدتها زي ما هي ورجعت تاني المؤتمر ورجع سالم حياته المسيح. لأن عايز أقوله مين يعمل كده؟ ممكن تقعد معه 2 أو 3 وتجيب مؤتمر واثنين مين يعمل ده؟ مين يجيبه من بيته من بعيد ويرجعه تاني قوله ده وقت انك ترجع لي. أنا الله القدير أعملها معك، أغير النفوس. حبائي لما نختبر قدرة الله النفوس تصرخ للرب، بتيجي تقول له أنا مصدق اللي بتعمله معايا في حياتي، أنا مصدق إمكانياتك، أنا مصدق إن في تعويض عن كل سنين أكلها البراد، أنا مصدق إن هناك من الحرمان هتديني شبع، أنا مصدق النهاردة يا رب. قالت لي واحدة أخت من خلفية وهي متدينة كتير، قعدت معايا مع واحد صديق قعدنا حوالي 2 ساعة نتحاجج ونتكلم، واحنا نتكلم نتناقش نتناقش نتناقش، وبعدين في الاخر قلت لها طب ممكن نقف وندعي ربنا؟ قلت لي بس انت مسيحيين يعني بتعملنا اصحار. قلت لها اصحار ايه؟ انا مفيش حاجه، ده فاضي يا عيال، صديقي دي فاضي بس ندعي ربنا. قلت لي ماشي. بعد ما قفت قعدت اصلي قال له تعالى المسها بحضورك تقدر تعملها. انت قلت لبطرس ادخل العمق والشبكه اتملت بالسمك، تقدر تعملها معاها، هي محتاجاك هي عاوزاك. بعدين واحنا بنصلي حسيت بحضور الله، غمض عينيا كده، بعد كده قلت سكت
ليه فتحت عينيا كده؟ لقيت في دموع، مش قادر اختم. انت امين؟ ما سمعتش. امين. قلت انت عملت ايه؟ فانش ده حضور الله. قلت اول مرة اشعر بالسلام ده في حياتي. قلت لها مسيح عاوزك. قلت تليفوني. قلت لها قبل ما تنامي صلي واطلبيه. ثاني يوم الطلق اتصل بي وقالت لي جالي امبارح بالليل وانا نايمة ظهر لي. انا الله القدير. احبائي ينفع نوعظ؟ ينفع نوعظ، ينفع نسبح، ينفع نسبح. مين يغير النفوس؟ الله القدير. يا ابراهيم انا عارف ان انت صبرت كتير، عد عليك وقت كبير، بس اقول لك النهاردة اعملها معاك لان هناك توقيتات يا احبائي، ونحن في التوقيتات الالهية للتغيير. بس عشان اختبر الاله القدير. ابراهيم مشي مع الرب سكة، دعاه من ارضه من عشيرته، طلع من الحتة اللي هو واقف فيها قطع. في تكوين 15 اداله الرب الوعد، فآمن ابرام بالرب. مشوار معاه. لما الرب يكلمني مرة واثنين وثلاثة وانا مش في دماغي، هيحقق ازاي وعوده؟ عاوز ناس تطيعه، عاوز ناس تمشي وراه. بتقابلنا تحديات، بتقابلنا اسوار عالية، ويجي الرب يقول لك اديك نصرة، اشجعك، كمل السكة، سر امامي وكن كاملا، تشدد، تشجع، حارب حروبك، انتصر، صلي، سبح. لابد ان انا اطيعه. لابد ان اعني عليه واخد بالي من كل ثغرات بتظهر. وقت الاخير ده قريت شوية عن قصة تايتانيك، كلنا عارفينها. قصة حقيقية تمت 1912، والمهندس اللي عمل السفينة دي قال الكلمات دي، ان الله نفسه لو حب يغرقها مش هيقدر. كان واثق خالص من نفسه. وبحارت السفينة. القصة بتقول انه في شرق كندا في ابريل كان في بعض الكتل التلجية، جت اشارات من سفن صغيرة بتقول ان خلي بالكم في كتل تلجية في شرق كندا. القبطان ما اهتمش قوي، قال دي سفينة كبيرة ما تأثرش عليها الكتل الثلجية الصغيرة دي. وهي السفينة ماشية، فجأة في الليل ظهر ليها جبل التلج. هم حاولوا اتفاجئوا بالموضوع وحاولوا يوقفوا السفينة بأي شكل أو حتى خلاها تاخد جنب شوية. وقفوا المواتير وعملوا صفارات انذار، لكن الناس كانت نايمة. وعدلت السفينة في احتكاك بجانب بالجبل التلج، بس الناس ما حستش بيها خالص. فيش غير ضابط صحي حس كأنه في حاجة بتهز شوية السفينة، قال يمكن ده أمواج ولا حاجة، وناموا تاني. بس بعد شوية لقوا انه السفينة فيها 16 غرفة. الغرفة الاخيرة اللي تحت اتخبطت بشدة، اتأثرت بشدة، وبدأت المية تخش فيها. ولما المية دخلت فيها بدأت تدخل بسرعة لبقية الغرف. وبعد شوية لقوا ان في اكتر من غرفة اتملت مية، وادركوا ان مستحيل يوقفوا المية دي. عملوا صفارات انذار مرة كمان، ولقوا ان مراكب الانقاذ كانت نص العدد، لان العدد كان 2227 كتير. وفعلا بدأت السفينة تغرق،
نزلوا مراكب الإنقاذ واللي يقدروا يحطوه يحطوه، لكن بدأت أكتر في الغرق. كل ده معروف، لكن الشيء اللي شدني إنه الكمبيوتر بتاع السفينة ندى الفريق بتاع الموسيقى إنه يعزف موسيقى هادية وهي السفينة بتغرق. وفعلا اتجمعهم وبدأوا يعزفوا الموسيقى الهادية عشان الناس ما تنزعجش. مود سلام. والأمر ده فرق معايا قوي، وحسيت ان الحياة عن كتير نعمل نفس الشيء. السفينة بتغرق، يمكن في حاجات في حياتك بتغرق، في حاجات في بيتك بتغرق، في حاجات في علاقاتك بتغرق، بس الموسيقى الهادية شغالة عشان تطمئنك وتيجي شوية في الكنيسة وتتعزى شوية وترجع للبيت وتدرك ان الموضوع خطر. ومكمل برضو، لابد من قفل الصخرة، صلح بيتك، اقفل هذه الثغرات. سر امامي وكن كاملا على معاد مع تحقيق الوعد، بس انا عاوز قلبي يطيع، عاوز ناس عاوزاني. نصلي لبلدنا للتغيير، ما بنكلمش جارنا اللي معاك في الدوام بتاعك، ما تكلموش، وبتيجي في الكنيسة بتصلي ان الشرق الاوسط يعرف الرب. سر امامي يكون كاملا، صلح الامور، اقفل الثغرات. عاوز قلبي يطيع، عاوز قلبي جد، لما يسبح يسبح بجد، لما يصلي يصلي بجد. عاوز واحد كامل، عاوز واحد بتاعي، عاوز واحد من خلاله احقق مواعيد. يعني جاي الوقت اللي فيها نشوف اموات بيقوموا، رؤساء بتتغيروا، برلمانات بتتغير، شعب بتغير، أنظمة بتتغير، بس أنا عاوز ناس تثق فيا إن الله القدير تمشي أمامي وتكون كاملة. يا حاجات كتير ربنا بيكلمنا عليها، يمكن بسيطة، يمكن بسيطة، يمكن شكلها سهل، لكن النهاردة الرب يقول لك خد موقف، خد موقف، صحح الأوضاع، ما تسيبش المركب ماشية وخلاص. تعال أقول له يا رب الأمر الفلاني والأمر الفلاني، أحطه قدامك وأقول لك يا رب أتوب عنه، برجع تاني قدامك. الله يتعامل مع إيماننا، والله يتعامل معنا، لأنه الله القدير. الله ترأى لإبراهيم يا حبائي وجه الوجه، وجه الوجه، في علاقة شخصية، علاقة شخصية. يعني النهاردة كنت انت سامع صوته، يعني قبل ما تيجي المؤتمر الرب كلمك على المؤتمر ده وقال لك هعمل كذا وكذا، اصل في اعلان خاص بيدولك، اصل في كلمة خاصة بيديها لودانك بيقول لك فيها تفاصيل وأسرار. علاقة شخصية، يتراءى الله لإبرام شخصيا، يتراءى ليك شخصيا، تشوف وجه الوجه. علاقة شخصية بينك وبينه، في علاقة حميمة بينك وبينه. أنا لما بتكلم مع خدام على الخلوة الشخصية بتكسف، عارفين ليه؟ الخلوة الشخصية دي حاجات بسيطة، حاجات بتاع الزمان البدائية دي الجداد، لما الخلوة الشخصية دي انك تقعد قدامه هو مشتاق يتكلم معك. علاقة شخصية. بنتي كانت صغيرة، ايمي
كان عندها 7 سنين وانا بسافر كتير. وبعدين مره رجعت كده قالت لي بابا عاوزاك. قلت لها ماشي حبيبتي عاوزه ايه؟ قالت لا تعالى. طلعت بره البلكونه قلت لها اه اتفضلي عاوزه ايه؟ قالت لا اقعد على الكرسي. قعدت على الكرسي وبعدين هي قعدت ورجليها قصيره كده فرحانه فرحانه. وبعدين قلت لها اه اتفضلي. بصت لي كده قالت لي ولا حاجه عاوز اقعد معاك بس. أثرت قلبي. يمكن مشغولين كتير لكن يجي يقول لك عاوز اقعد معاك بس انا وانت اشتاق لك وحشتني. يمكن ما بيحصل موضوع نخش نصلي مشكلة نخش نصلي لكن نقعد قدامه ونتكلم معاه دي علاقة شخصية. تختبر الله القدير ازاي وكل اللي بيننا وبين بعض مصالح. عارفين في الاقي كده على عندنا في مصر على التكاتك اقرا العباره دي كتير مفيش حد صالح كله بتاع مصالح. في مصالح في مصلحه بيننا وبين بعض لكن دي علاقه. الله القدير انا ابوك صديقك اسدد احتياجك اشبعك. الله القدير وهذه العلاقه علاقه شخصيه بدون حواجز وبدون وسائط وبدون ظروف وبدون احتياجات. سكه بيني وبينه. خدت البيت ورحنا اسكندرية حبينا نقعد يومين كده. رحت السمسار قلت له عاوز شقة كويسة. قال لي عاوزها تشوف البحر ولا على البحر. قلت له وريني. فراح كده شارع جانبي وبعدين طلعنا اسانسير كام دور كده. قال لي دي بتشوف البحر. بقول له بس ده شارع جانبي مش شايف بحر. قال لا تعالى وريني حتة من الشباك كده بسيط من فوق. قلت له قال لي كده شايف البحر. قلت له اوكي. قال لي لا بس على البحر بقى على البحر على طول. قال لي بس ثمنها غالي. خليني اقول لك حاجه هو قال لي الكلمه دي على طول افتكرت اشتريتم بثمن دفع كل الثمن عشان تقدر تشوف وجه الوجه مش يتراءى من بعيد قدامه مباشرة بدون تكلفة وبدون مقدمات تبقى انت وهو بس. ابراهيم كان هو والله صحاب عشان كده يقدر يشوف النجوم ويعد الرب. في علاقة شخصية كان في طاعة لكن كمان كان في علاقة شخصية بينهم بعض. علاقة ممتدة. علاقة فيها صداقة وفيها محبة. عشان كده قدر يقول له أنا الله القدير. أنا أتراءى لحياتك. أنا أنقلك من مجد المجد. بطرس بعد مرور وقت كبير من السنين هو بيتكلم معهم في بطرس الأولى قال لهم الكلمات دي كنا معاينين عظمته كنا شايفينه. آخر مرة عملت كده امتى مع الرب؟ آخر مرة قعدت معاه؟ آخر مرة عينت عظمته؟ لكن أحبائي النهاردة الله يتراءى لينا. النهاردة الله يتراءى لينا ويقول لك أنا الله القدير. انت حاسس بقيود على ذهنك بقالك وقت. يمكن حاسس ان مشاعرك مضغوطة بقالك وقت. يمكن حاسس ان عندك جرح بقالك وقت. يمكن حاسس ان في قيود كتيرة وده اللي بشوفه في كتير من المؤمنين. قيود كتيرة. لكن يجي الرب النهاردة ويقول لك انا الله القدير.
أغير داخلك، أعملها معاك. في مؤتمر أخير ده قلت لي، فاكر من 3 شهور كنت في السويس، كان عندنا نهضة في السويس وخدمت فيها، وبعد النهضة صليت معها، قالت لي بقالي 12 سنة مش بخلف. قلت لها تصدق النهاردة ربنا يعمل معاك؟ قالت لي صدق، صليت معها مؤتمر من 4 أيام ده، قلت لها رب اداني طفل 12 سنة. أقول لكم الحقيقة، هي كانت مقيدة. يمكن عندك وعود، عندك وعود، عندك أمر ومتعطل، عندك حلم ما بيتمش، عندك أمر ما مش قادر تتحمس ليه، يقول لك الرب أنا الله القدير، أعملها معاك النهاردة، أغير دواخلك، أكسر الحواجز، أخليك ترتفع فوق الأسوار. تعال أقوله النهاردة رب أنا مصدق. خلينا نغمض عينينا ونصلي، خلينا نقضي وقت شوية في الصلاة. أنا مصدق يا رب، أنا مصدق يا رب، ولا أنا مصدق يا رب، أنا مصدق. يتراءى ليك النهاردة بصورة جديدة، يتراءى ليك بصورة مختلفة، تسمع صوته كأنك أول مرة تسمعه، والأمر اللي كان زي الجبل على كاهلك يقع دلوقتي. العثرات او الجروح اللي جرحت منها يتراءى ليك ويشفيك يسوع المسيح. لو حس ان في مسافة بينك وبين الوعد وتحقيق الوعد، يتراءى ليك النهاردة يقولك حتى لو بعد 99 سنة، حتى لو بعد كل هذه السنين، تقول يا رب اتخبطت كتير وتودعت كتير، انا الله القدير، انا الله القدير. تشوفه بصورة جديدة. تعال اشرب، اشرب من هذه المياه، خليه يرويك، خليه يملاك. عطشان، عطشان، عطشان لهذه العلاقة، عطشان لهذه الحضرة الإلهية. لا يوجد عوائق، لا يوجد حواجز، عينيك تشوفه الآن. يمكن يلمس عينك، يمكن يلمس ذهنك، يلمس جسدك، يلمس بيتك، يلمس عملك، يلمس خدمتك. حتى لو كان الوعد بقى الوقت، لكن احنا على معاد مع البركة، على معاد مع التغيير، على معاد مع القوة، على معاد مع الامتداد، على معاد مع عمل الله في حياتك. قوله مصدق يا رب، مصدق يا رب. تعال تعمل معاه بالإيمان، قوله أنا مصدق بعلنها. لا ظروف ولا زمن ولا أوضاع ولا حتى نفسي، لكن أنا مصدق النهاردة تعملها معايا، تعمل شيء مختلف يا رب، تعمل شيء مختلف. خلي الرب يشوف أشواقك، خلي الرب يشوف طاعتك، خلي الرب يشوف خضوعك لي. قل له امشي قدامك واكون كاملا، خلي يشوف اصرارك وشرفك باسم رب يسوع، باسم رب يسوع. لو كان في عائق ما، لو كان في امر ما، تعال النهارده وطرده، شيله، ارفعه، خلي مساحة النور في ذهنك تزداد، خلي مساحة الإعلان عندك تكبر. وبارك اسمك. تراءى لينا النهاردة يا رب بصورة مختلفة، تعامل مع دواخلنا بصورة مختلفة،
نعم نمتد يا رب لليمين ولليسار، نرى أمور مذهلة أنت تعملها في حياتنا. ثبت كلمتك فينا لمجد يسوع. آمين.